نروح لحاله ثانيه دكتوره. بتقول هالمره مشاهده، بتقول لاحظت انه زوجي ينتهي سريعا جدا من علاقتنا منذ اول الزواج، فظننت ان هذه هي العلاقه الطبيعيه بين الازواج حيث لم تكن لي اي معرفه سابقه بطبيعه العلاقه، وعرفت المساله بالصدفه البحته اثناء حديثي مع زميلاتي في العمل، وحين واجهته أنكر تماما كونه يشكو من سرعة القذف، ولكن الموضوع في ازدياد. فبدأت أقرأ في هذه المسألة وأصبح لدي شعور دائم بأنني مظلومة ومنزوعة الحقوق الزوجية، فطلبت الطلاق منه وهو رافض تماما ويقول إنه لا توجد أي مشكلة. فهل أنا على حق أم إنه بالفعل لا توجد أي مشكلة؟ لا طبعا توجد مشكلة، لأن هو هي كمان مع طبعا تحفظي اللي بقول كده مع الكلام مع الزميلات أو مع الصديقات، ولكن هي اللي دفعها لكده بعد سنوات من الزواج إن هي لقت إن هي فطريا مش مرتاحة، في حاجة جواها مش بسطاها، يعني ده برضو نموذج بنشوفه كتير. فهي مش عارفة ليه، لأنها ما عندهاش الداتا بيز أو ما عندهاش قاعدة البيانات أو قاعدة المعلومات بتاعت يعني إيجنز، فبدأت تسأل أو تتسمع للناس بيتكلموا بيقولوا إيه، وعرفت إن المسألة المفروض ما تكونش كده. الحقيقة أنا الزوج هنا أنا بقوله أنت يعني ليه مسألة الإنكار وليه مسألة الهروب من مواجهة الواقع؟ هل أنت معتقد إن بعد ما الموضوع اتفتح ممكن يتقفل بالإهمال أو ممكن يتقفل بالإنكار أو بإن هو يعني نحطه على جنب وخلاص هي هتاخد على كده بعد شوية؟ أقول له أنت واهم. فالحل الوحيد اللي قدامك هي عندها حق ان هي يعني تقلق، وعندها حق ان هي تشكو، وعندها حق حتى شرعا ان هي تطلب الطلاق. ولكن اللي احنا بنقوله لها وبنقوله له انه في حل سهل جدا، ان كنتوا الاثنين تواجهوا الموضوع ونحله مع بعض ونروح نشوف ايه سبب سرعه القذف، واحنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان هي عرض وليست مرض، وبالتالي ممكن حلها. لانه للاسف وقتنا يعني تقريبا حلها ما بقول لحضرتك وقتنا الحل ان هو نعرف سببها ايه، يعني هو لازم يلجا لطبيب متخصص ويعمل اشعاعات وتحاليل ويشوف سببها ايه. ونشوف اذا كانت عرض منفصل له علاج معين او له سبب، فنعالج السبب وان شاء الله هتختفي تماما باذن الله. ان شاء الله. كل شكر لك دكتوره هبه قطب، حنشتاق لك ولقانا ان شاء الله بعد العيد، يعطيك الف عافيه.